اهلا وسهلا بيكم مره تانية. اذا بالامس اتخذ قرار بمد حاله الطوارئ لمده شهرين. كان يفترض انه يمر شهر على مد حاله الطوارئ او فرض حاله الطوارئ، بكره كان المفروض يكمل شهر على فرض هذه الحاله، لكن بالامس اتخذ هذا القرار. كان هناك امل من اجتماع رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخليه لبحث او دراسه تقليل ساعات الحظر، بدل ما تبقى من 11 ل 6 تبقى من 12 ل 5، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي. لكن أمام تقرير من وزارة الداخلية اتخذ قرار بمد حالة الطوارئ لمدة شهرين. ده بالتأكيد كان ليه ردود أفعال مختلفة، البعض يوافق على هذا والبعض يختلف معه ويتخوف من أن يؤثر ربما على صورة مصر في الخارج، أو ربما يجدون في قانون العقوبات ما يكفي للتعامل مع الحالة الأمنية. على كل حال يعني حالة الطوارئ ما لها وما عليها، وردود الأفعال المختلفة عليها، وجهات النظر المختلفة، وأيضا الوضع الأمني النهاردة، كل ده هنناقشه في هذه الفقرة مع ضيفنا اللواء محسن حفظي، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق ومدير أمن الجيزة الأسبق وأيضا محافظ الدقهلية الأسبق. أهلا وسهلا بيك سعادة اللواء. أهلا بيك فندم. خلينا نبدأ من حالة الطوارئ اللي دي ربما حديث الساعة الآن. كيف تقيم هذا الأمر، مد حالة الطوارئ لمدة شهرين؟ يقينا في معلومات استدعت مد حالة الطوارئ لمدة شهرين، بس إن شاء الله تفعل حالة الطوارئ. يعني إيه يا فندم تفعل؟ هي مش مفعلة؟ لا. إزاي بقى؟ يعني في ضمن نصوص حالة الطوارئ مثلا أنك أنت لا تسمح بتجمع 5 في أي مكان، لا تسمح بتجمع 5 أشخاص في مكان، ده من ضمن تطبيق حالة الطوارئ. طب في اي وقت من اليوم، في اي وقت، مش بس خلال ساعات حظر التأمين، في اي وقت، في اي وقت. طب ما فهم، احنا برضو بنندهش لما بنشوف بعد يعني بدء ساعات حظر التجوال في مظاهرات ليليه، مش بس بالنهار لكن حتى بالليل في مظاهرات ومسيرات ليليه ولا يتم التعرض لها من قبل قوات الامن. نفسر ده بايه؟ يعني قوات الامن بتحاول تكون بمنأى ان تحصل، يعني انت عاوز يعني جلب منفعه ولا درء مفسده؟ جلب منفعة، لأن طبعا ممكن هتعامل معاهم تلاقي بندقية كلاشينكوف طلعت، حصل قتلة، فالمسألة ما تبقاش مستدعية لحاجة زي دي. إنما أنا بقول إن لو فعلنا قانون الطوارئ، لو فعلناه فعلا قانون الطوارئ، قانون الطوارئ لو اتفعل فعلا، مش هيبقى فيه الكلام ده. طيب ما رأيك في وجهة النظر اللي بتقول إنه في قانون العقوبات ما يكفي للتعامل مع الحالة الأمنية؟ لا، ما هو بص، يعني عاوز أقول لحضرتك على حاجة. القانون الجنائي فيه كل حاجه طبعا، مفيش كلام. انما انا كضابط شرطه لازم تبص لي برضو، يعني لازم تبص لي انا، لان انا اللي بنفذ الكلام ده. انا لما ضابط شرطه وادافع عن الاسم بتاعي واتحاكم واقعد سنه او سنتين في المحاكمه داخل القفص طالع من القفص، وفي الاخر باخد براءه لان كنت في حاله دفاع شرعي، او الناس التانيه بيتهموا تهمه مقاومه السلطات. ايوه فاهمني. فبالعقل كده انا كضابط شرطه عاوز اللي يحميني، يعني عشان احميك لازم انا اكون محمي. وده لا يمكن تحقيقه الا بقانون الطوارئ. لا، ده قانون مكافحه ارهاب. قانون مكافحه ارهاب، في مجموعات مكافحه ارهاب بتستعمل بحيث انه الضابط لا يحاكم، ضباط مكافحه ارهاب لا يحاكموا، والكلام ده مطبق في بيبقى عنده حصانه، زي الحصانه الدبلوماسيه والحصانه القضائيه، عنده حصانه وعنده تامين. النهارده لما امين شرطه ولا عسكري في موكب وزير الداخليه لما تتقطع مشط رجله او كلام زي كده، ده امين شرطه مرور وطلع اسرته يعملوا عمره، متشكرين طبعا، ده 100% يعني. بس انا المفروض ان انا اعوضه ماليا كمان. بس في قانون العقوبات مواد بتعطي الحق للموظف العام سواء كان بقى ضابط شرطه او غيره ان هو يدافع عن نفسه، ده حق الدفاع الشرعي، ده المواطن العادي. في مش ماده واحده، في اكتر من ماده، ده المواطن العادي، هو المواطن العادي أيضا. حتى لك الحق، مش ده التحصين اللي حضرتك بتتكلم عنه؟ لا لا، التحصين ده في قانون مكافحه الارهاب بس، لانه البعض ممكن ينتقد مساله التحصين، يعني مش عايزين حد فوق الحساب او حد لا ما هو ما كانتش امريكا طبقته، ما كانتش المانيا عندهم منظمه ارهابيه البدر معروف طبقوه، ما كانتش اليابان طبقته، ما كانتش دول متقدمه عننا بسنين طبقوه. وبقى انا مش مطالبه ان انا اطبقه لمدى العمر، انا بقول اطبقه سنه او اتنين والغي الطوارئ والغي حظر التجول والكلام ده كله. هذا القانون بيطبق يا بيه على من يحمل سلاح او متفجرات، ما بيكافحش رأي.
ملوش دخل بالاراء انت بقى. طب ما هي الاجراءات الغائبه الان سعاده اللواء في العمليه الامنيه اللي شايف انه ممكن مثل هذا القانون يعوضها؟ انا قلت لك ان الضابط خايف يتحاكم لان انا اتحاكمت وانا عارف يعني ايه محاكمه. اتحاكمت في ايه يا فندم؟ اتحاكمت في قضايا بتاعه السادات لما تقتل السادات ادعوا علينا بالتعذيب وده طبيعي جدا. والكلام ده اتقال لنا في امريكا سنه 82 قالوا لنا بترجعوا مصر هتتحاكموا تاخدوا براءه. 82 هتتحاكموا. اتحاكمنا في 86 وخدنا براءه في 88. الحاله النفسيه أسوأ حاجتين في حياه البني ادم المرض والمحاكمه. أسوأ حاجه انك تقعد في قفص وتتحاكم وحتى لو خدت براءه. احنا عندنا ضباط جالهم بعيد عنك سكر واللي جاله كذا واللي جاله كذا من الكمد اللي شافوه لان احنا كنا بنحمي البلد بتحميها ضد الارهاب. فاذا تجنب هذه المحاكمات خاصه اذا كانت في افعال بترى انه هي من حق الضابط او رجل الامن ان هو يقوم بها لحمايه نفسه او لحمايه منشات هو ده اللي ممكن يوفره قانون زي قانون مكافحه الارهاب. مفيش غيره. طيب برضو إيه يعني خلينا نقيم بقى العملية الأمنية على مستوى مصر وناخد المدن الرئيسية. احنا شايفين النهاردة مسيرات خرجت من أماكن مختلفة بعضها تحول لاشتباكات أو أحداث عنف. تمام. إزاي بتقيم الوضع الأمني النهاردة؟ أنا بقيمه من حوصل لك للنهاردة بس الأول أبدأ هاخدها سريعا يعني ببدأ باللي حصل في 9/11 في امريكا. ده من زمان قوي يا فندم. من زمان قوي معلش. ده كده ممكن نخلص بكره في ثواني. طيب اتفضل. في ثواني. اتفضل. امريكا طلعوا قالوا ان المسلمين عملوها. وطلع الله يرحمه بقى بن لادن قال لهم كل يوم من ده. فخلاص هم احنا الاسلاميين هم اللي عملوها او المسلمين هم اللي عملوها. وبالتالي لازم ننتقم من المسلمين. وبداوا بضرب العراق بقى والتلاها من المشاكل. بعد كده كنيسه القديسين. انا قلت لك لقى سريعه. ايوه. كنيسه القديسين لما حصلت المعمل الجنائي اكد ان العبوه اللي انفجرت دي مش مصنعه داخل مصر وده مش اسلوب الجهادين المصريين ده اسلوب الجهادين بتوع غزه. المعمل الجنائي اكد هذا الكلام. طيب كنيسه القديسيه كان المقصود منها ايه؟ المقصود منها اعمل فتنه طائفيه. فوتوها عليهم. جم النهارده او جم الفتره اللي فاتت دي ضربوا لي كام كنيسه في مصر علشان ايه؟ عشان احداث فتنه طائفيه. ايوه. طلع البابا تودروس قال لك لو الكنايس اتدمرت كلها هنصلي في الجوامع بعد كده. مش حصل؟ باظت شغل الفتنه الطائفيه. نعم. باظت. اللي عاوزين يعملوه النهارده حرب اهليه ودي مستحيله. لان انا بتكلم عن 400,000 شخص اللي هم جماعه الاخوان المسلمين 400,000 شخص. عدد جماعه الاخوان المسلمين 400,000 ده قبل الثوره 400,000 شخص، المسجلين عندنا في امن الدوله كانوا 400,000 شخص. فاهمني؟ اللي بعد ربما مسجلين في امن الدوله لانهم مثلا اثاروا شغب ما او ربما لا نظر لهم. لا 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 يمكن لا في اعداد تانية مثلا لا ده مكتب الارشاد. ده مكتب الارشاد لان هم بيقولوا عددهم 3 مليون ملايين يمكن يعني 10 مليون كمان. طبعا هو الاعداد الحقيقه الرسميه اللي هم بيتكلموا عنها 4 مليون وقالوا انه في 3 مليون دايما بيبقوا متعاطفين معاهم في الانتخابات. 7 مليون ما تنساش دي كتله تصويتيه بتاعتهم يعني. حضرتك لا تنسى من تاخون. يعني دول انا بنحيهم جريمه لان بداوا دلوقتي يلعوا عباءة الاخوان. يعني هم تأخونوا في وقت الاخوان. النهارده بدأوا يلعبوا عباءة الاخوان خلاص. فالعدد انا بقول لك ما يزيدش عن كده. طب يا فندم انا عايز اسال حضرتك مثلا على واحد من المشاهد. احنا شايفين في واحده من هذه النوافذ المعادي على سبيل المثال فيها مسيره وزي ما احنا شايفين اعدادها يعني تملا النافذه على الاقل. رقم واحد دي مسيره طبعا مؤيده للرئيس مؤيده للشرطه والجيش. في مسيرة أخرى ربما برضو حنحاول نقلها لتأييد الرئيس المعزول. ملاحظة مراسلنا من هناك أنه الصور كانت قليلة للرئيس المعزول وكانت بتغلب على المسيرة لافتات تتعلق برابع العدوية زي اللي احنا شايفينها في مدينة نصر دلوقتي. المسيرات إلى الآن حتى ولو ازداد عددها لكن بتسير بشكل سلمي. تفسر ده بإيه؟ لا هو فيه طبعا في هبوط في الكيرف بتاعهم. ومش بالمزاج. المسألة مش بالمزاج لا. يعني النهاردة أنا كنت عاوز أقول لك إن هما لما فشلوا في إحداث فتنة طائفية ده اللي كان المفروض يحصل. اللي بيحصل مش بس في منطقة مركزية وفي المنيا وفي أسيوط. لما فشلوا في إحداث فتنة طائفية بيحاولوا حاليا يعملوا حرب أهلية.
حرب اهليه هنا مش هتنطبق. تنطبق امتى؟ لما يكون الشعب منقسم مثلا يعني سنه وشيعه تبقى حرب اهليه. تمام. انما ده الشعب النهارده بمسيحيينه بمسلمينه بملحدينه ضد الناس دي. طب يا فندم، هل قلت الاعداد؟ هل قلت اعداد المشاركين في هذه المسيرات؟ مش بس الاعداد ولحظاتك الامنيه. مش بس الاعداد، يعني قلت الاعلانات دي اللي بيحطوها دي الكفه بتاع رابعه ده. ايوه. ده بيتلم بعد المظاهرات. يعني معنى الكلام ده ايه؟ ان التمويل خس. يعني لما لم انا الصور بتاعت مرسي ولم عشان يستخدموها في مسيره عشان اخرى عشان تستخدم تاني. ده على طول يساوي ان الـ ان الـ 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 التمويل خس. دي ملاحظه. يبقى ملاحظه حضرتك شايف من قراءتك انه التمويل قل لجماعه الاخوان المسلمين او المتعلق بتمويل المسيرات. يقينا. طيب بالنسبه للاعداد شايف ان هي انخفضت؟ اه طبعا. بتفسر ده بايه؟ ما انا بقول لحضرتك، هل بفقدان الامل مثلا في عوده مرسي ولا باحكام العمليه الامنيه وتاثيرها عليهم؟ الاثنين مع بعض. الاثنين. الاثنين مع بعض، بس فقدان الامل اكتر. اه. يعني انت خلي بالك، انت كنت تساله دلوقتي بتقول له الامن فين؟ قال لك ما عندناش امن، ما فيش امن في مسيره من المسيرات. قال لك ما فيش امن. هو المعادي الحالي انه فيها مسيرتين. آه. في مسيره مؤيده للجيش والشرطه وفي مسيره اخرى مؤيده للرئيس المعزول، ومن المفترض ان هم ماشيين في اتجاه واحد، يعني هيلتقوا في لحظه ما النهارده. فانا سالته هل في تواجد امني؟ قال لي لا. لا يقينا في، بس مش هيبقى ظاهر. ده يقينا في، بس في مكان لا، عشان لو لا قدر الله حصل تشابك بينهم هيتدخل الامن. نعم. انما الامن ما يظهرش من الاول عشان ما يسخنش الارض يعني. طيب اسكندريه يا فندم فيها برضو مسيرات اتجهت من اماكن مختلفه لكنها نفس الاماكن ربما اللي بتخرج منها كل جمعه. امل هذه المسيرات المختلفه من مؤيدي الرئيس المعزول التوجه الى كوبري ستانلي، لكنها لم تفلح كما سمعنا من مراسلتنا هناك نسرين فؤاد. لم تنجح في اي من هذه المرات في الوصول لكوبري ستانلي، ودائما بتنتهي ب يعني اشتباكات مع الاهالي. ايه تقييم حضرتك لده؟ هي حصلت من فتره بسيطه قوي في الالف مسكن. نعم. برضه نزلوا هناك والاهالي نفسهم هم اللي تصدوا لهم. فاهمني؟ انا عاوز اقول مش بس في ستانلي، مش بس في اسكندريه. لا ده بتحصل كتير قوي ان هم يعني ال 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 ما انا بقول لك في ناس تاخونت عشان تركب الموجه، وناس كانت بعيده عن الاحتمالات اطلاقا، ما كانش ممكن. فاهمني؟ يعني احنا عندنا ضباط زمايلنا اتاخونوا. فاهمني؟ اللي هو الله مسيه بالخير بقى عادل عفيفي ده. انا مستغرب. عادل عفيفي ده كان مدير الجوازات وكان بيكتب قصص وشعر وكان راجل لطيف جدا. فاهمني؟ اخوه محمد عفيفي اللي هو الشيخ محمد عفيفي اللي طلع في في الاستاد وقال لك على الشيعة الانجاس اللي تاني يوم قتلوا بيه حسن شحاته في ابو النمرس. اخوهم الثالث كان معانا في امن الدوله سعيد عفيفي، وده ضابط كان مكافحة ارهاب كده 10 على 10. طب بص يا فندم، دلوقتي انا عايز الحقيقه برضو احاول اتامل في ردود الافعال. احنا عارفين انه في مواجهه هذه المسيرات او احداث العنف على الاقل هناك عمليه امنيه، لكن ايضا الاهالي بيتصدوا لبعض هذه المسيرات. احنا اتكلمنا عن مسيره في المعادي داعمه للجيش والشرطه، هناك ربما اشتباكات متوقعه دايما بتحصل كل اسبوع في اسكندريه قبل كوبري ستانلي من الاهالي بيتصدوا لهذه المسيرات. بتفسر ده بايه يعني؟ وشايف ان هو في ازدياد ولا بيحصل بنفس الوتيره؟ ده ضغط من الاخوان المسلمين علشان يشدك لطاوله المفاوضات وتعمل تصالح. لا ده انا هنا بتكلم عن موقف الاهالي من هذه المسيرات. اوكي، موقف الاهالي. انا ما قلت لك انا 400,000 ضد شعب. 400,000 ضد شعب، لان اللي تاخونه انسلخوا دلوقتي. فهم 400,000 ضد الشعب مش هتمشي طبعا، مستحيل تمشي. يعني الكلام ده لما تقول لي مثلا ايه الشعب المصري 80 مليون في 20 مليون وفي 60 مليون ممكن تحصل هنا النهارده في بتاع دي حرب اهليه، انما لما تقول 400,000 ضد حاجه و80,000 ما تركبش ابدا يعني. مش طيب. مش هتركب يعني. خليني انتقل الى منطقه اخرى وهي منطقه ملتهبه في الواقع، منطقه سيناء، جبهه سيناء انجاز التعبير يعني. هناك عمليه امنيه تقريبا بقالها اسبوع، والتطور المهم الحقيقه النهارده اللي تحدثت عنه بعض الصحف منها المصري اليوم، ضبط
معدات عسكريه متقدمه ومتطوره جدا، يعني كراسي طائره زي ما احنا شايفين في اوكار الارهابيين في سيناء، في مداهمه طبعا بتحصل للبؤر الاجراميه، وفي عمليات القاء قبض على عدد كبير من التكفيرين المسلحين كما تصفهم القوات المسلحه. تفسر ده بايه يا فندم؟ احنا قلنا انه التمويل قل فيما يتعلق بالمسيرات، لكن لما نلاقي معدات متطوره في سيناء نفهم هذا التناقض ازاي؟ لا هو مش تناقض، هو سيناء اتجمع فيها الارهابيين من كل فج عميق. دي معلومات احنا قرناها في الجرايد، انه ضبط الجيش المصري ضبط المان سلفيين وضبط اتراك سلفيين حاملي جنسيات، يعني بتاكد ليهم اصول مثلا مصريه عربيه. انا النهارده بكافح تنظيم دولي، مش تنظيم محلي. واخد بالك انت؟ وبالتالي يعني انا يعني ببساطه قوي هوصلها لك. اللي كان مطلوب ان اسرائيل والغزاويين اللي هم حماس ياخدوا من عندنا 702 كيلو متر مربع. طب يا فندم هناقش مع حضرتك ده بالتفصيل، بس خلينا ننتقل سريعا الاسكندريه لانه في اشتباكات في منطقه سيدي جابر. معنا من هناك نسرين فؤاد مراسل سي بي سي. نسرين، ايه اللي بيحصل في سيدي جابر؟ يعني المسيرة التي خرجت منذ قليل من أمام مسجد القائد إبراهيم يعني توجهت اتخذت طريق كورنيش الإسكندرية طريقا لها، وقبل وصولها إلى كوبري ستالي وهي نقطة الطلاق النهائية لجميع مسيرات الإسكندرية وتحديدا عند منطقة سيدي جابر على الكورنيش، نسبت اشتباكات بين أهالي المنطقة وبين عدد من المتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين في المسيرة. يتبادل الطرفان إطلاق الخرطوش وإطلاق الشجارة من الجانبين، وبالطبع يعني هناك عدة إصابات يعني هي جروح بسيطة حتى الآن. تدور حالة من الكر والفر في شارع المقابل المستشفى العسكري في منطقة سيدي جابر الآن. أنا بشكرك جدا. هل في تواجد أمني دلوقتي ولا إيه يا نسرين؟ حتى الآن لم نشهد أي تواجد أمني، ولكن هذه المنطقة بالتحديد في الإسكندرية قريبة جدا من المنطقة الشمالية العسكرية التي تشهد يعني تكثيف أمني مشدد جدا من قبل القوات المسلحة، وربما نشهد في اللحظات القادمة تدخل من قوات الأمن التي بالفعل هي تتواجد في تمركزات قريبة جدا من أماكن الاشتباكات المتوقعة طبقا لخطة توضع بالتنسيق بين يعني بيت أمن الإسكندرية وبين قوات في يعني انا اسمع الان دكتور محمد عدد من الاصوات الخاصه ب يعني ربما سرينات السرينه الخاصه بقوات الشرطه، ربما بالفعل توجهت عدد من السيارات الى هناك لفض الاشتباك. نسرين، انت بتتابعي هذا السيناريو ربما المتكرر كل اسبوع، ايه الفرق هذا الاسبوع؟ الفارق انه يعني الاشتباكات كانت طفيفه محدوده جدا صباحا بعكس ما حدث في المره الماضيه، الجمعه الماضيه كانت الاشتباكات الى حد ما نستطيع ان نقول انها يعني اعنف من هذه المره ونتج عنها ايضا اصابات، هذه المره كانت اشتباكات طفيفه امام مسجد القائد ابراهيم. ايضا الفارق يعني كان المره الماضيه كان هناك مضايقات كبيره جدا من اهالي الاسكندريه بطول خط سير المسيرات في التي تسير في شوارع الاسكندريه، هذه المره لم تحدث اي يعني مضايقات من اهالي الاسكندريه سوى عند منطقة سيدي جابر، هذه المنطقة نفسها التي شهدت اشتباكات عنيفة أيضا في الجمعة الماضية. أنا بشكرك جدا نسرين فؤاد مراسل سي بي سي في الإسكندرية، وأرجو أنه تتوخي الحذر طبعا في هذا الجو الملتهب. سيادة اللواء، سيناريو متكرر لكن زي ما بتقول نسرين مختلف بعض الشيء هذا الأسبوع، لكنه متكرر، يعني تتخذ المسيرات نفس خط السير وتشتبك في نفس المكان، ربما استجابة الشرطة أسرع لأنه أعتقد أنه الأسابيع اللي فاتت يعني ربما يعني استغرق الوقت يمكن بضع دقائق أو يمكن نص ساعة أو ساعة قبل ما وصلت قوات الأمن. إنما تفسيرك إيه للإصرار على تنفيذ نفس السيناريو من قبل هذه المظاهرات؟ أنا قلت لحضرتك أنه هم لهم تارجت عايزين يوصلوا له، الإخوان المسلمين تارجت هدف عايزين يوصلوا له، أنه تعالى نتحاور، اللي هو المصالحه اللي بيقولوا عليها المصالحه. امبارح كنت قاعد مع صديق استاذ دكتور في الجامعه دكتور سمير سعد الدين بيقول وقالها لي بنرفزه قوي، كنا بنتكلم في المصالحه والدكتور سمير ده ما يتنرفزش ابدا، قال لي مفيش حاجه اسمها مصالحه، في حاجه اسمها مصلحه وفي مصالحه، المصلحه بتنبع من الدماغ من المخ، والمصالحه بتنبع من القلب.
مش ممكن بعد اللي حصل ده يكون في مصالحه، ممكن تكون في مصلحه تتحقق. طيب. على كل حال هنواصل التحليل اللي بنرجو ان هو يكون تحليل امني، ان احنا محتاجين ان احنا نفهم شويه ايه اللي بيحصل على الارض، ولكن بعد الفاصل سنواصل هذا النقاش، ولكن ينضم الينا بعد الفاصل الكاتب الصحفي الاستاذ سليمان الحكيم بعد الفاصل.